نظام البكالوريوس باللغة العربية أو ما نسميه باشلور باللغات اللاتينية هو الدبلوم الجديد الذي سيتم اعتماده بشكل تدريجي بالجامعة المغربية ابتداء من الدخول الجامعي الحالي 2021-2022. هذه ستكون سنة تجريبية على أساس أنه سيتم تعميم هذا النظام على جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ابتداء من الدخول الجامعي 2022-2023. وفي يعني في عجالة يمكن القول بأن دبلوم البكالوريوس أو الباشلر هو الدبلوم الأكثر تداولا في العالم، حيث يمكن اعتباره بمثابة جواز سفر للتعليم العالي على الصعيد الدولي ويعني على صعيد جميع التجارب الرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في العالم. البكالوريوس أيضا هو واحد النظام اللي يمكن من واحد المقروئية واحد الوضوح فيما يخص هذا الدبلوم، عندما يعني يلتحق أي خريج من الجامعة المغربية في الوضع الحالي بالجامعات الأجنبية، في بعض الأحيان نجد صعوبة في شرح مضمون البيداغوجي وأيضا التنظيم البيداغوجي للإجازة الحالية، ولكن مستقبلا إن شاء الله مع نظام الإجازة سيكون من اليسير على الجامعات الأجنبية وأيضا حتى على الجامعات الوطنية من تقييم يعني المكتسبات البيداغوجية للحاصل على هذا الدبلوم على الصعيد الوطني وأيضا على الصعيد الدولي. الأهمية ديال النظام الجديد البكالوريوس أو الباشلر هو أنه أولا سيسمح بواحد نوع من الحرية، الحرية المفتقدة حاليا في النظام الحالي. الإجازة ستكون حاضرة بشكل أكبر على مستوى البكالوريوس من خلال ثلاث مستويات على المستوى البيداغوجي. المستوى الأول يهم يعني حرية في اختيار مسالك التكوين من خلال إرساء نظام للتوجيه النشيط والمبكر، يمكن حصل على شهادة البكالوريا من معلومات وافية وإضافية على المسالك التكوين بالتعليم العالي من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوجيه لما بعد البكالوريا cursusup.gov.ma. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني يهم حرية اختيار وتيرة التعلمات. النظام الحالي للإجازة لا يسمح باختيار وتيرة التعلم، هناك ثلاث سنوات، هناك نظام ديال الوحدات، ولكن ما كيسمحش بواحد النوع من الحرية في اختيار الوحدات المدرسة وأيضا في اختيار وتيرة تدريس هذه الوحدات، بحيث أن النظام بكالوريوس سيمكن أولا بالإضافة إلى يعني التكوين الأكاديمي من خلال يعني السند والفصول الدراسية من إمكانية برمجة يعني دورات استثنائية، مثلا دورة للصيف في حدود الإمكانيات المتاحة بالجامعة اللي كتمكن بعض الطلبة أيضا من الاستمرار في الدراسة خلال على الأقل شهرين، شهر يونيو ويوليوز من السنة الجامعية، وبالتالي يعني مراكمة واحد مجموعة من المكتسبات والوحدات والأرصدة القياسية في هذه الدورة الاستدراكية. إذا وتيرة التعلم يعني ممكن الطالب أنه يمشي على حسب المستوى وأيضا على المستوى على أساس المكتسبات المحصل عليها حاليا وأيضا مراد اكتسابها من خلال المسار الجامعي. المستوى الثالث فيما يخص حرية الاختيار هو اختيار نمط التعلم. إلى حدود الساعة وقبل الجائحة كان النمط المعتمد في الجامعات الوطنية هو نمط التعليم الحضوري 100%. مع الجائحة ومع التجارب الدولية الرائدة في المجال أصبح ممكن اليوم المزاوجة ما بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، وأيضا الاختصار في بعض المضامين وبعض الوحدات، ولما لا اختصار فقط على التعليم عن بعد. إذن هناك حرية في اختيار أيضا نمط التعلم ما بين تعليم حضوري وتعليم عن بعد أو تعليم مختلط يجمعهم بين الحضوري وعن بعد، علما أن الآن من الناحية القانونية أصبح
نظام التعليم عن بعد مؤسس من الناحية القانونية من خلال المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة خلال الشهر الفارط. إذن هذا أيضا مستوى مهم فيما يتعلق بحرية الاختيار. النظام البكالوريوس أيضا هو باعتباره الدبلوم الأكثر تداولا في العالم يسمح بحركية دولية ووطنية أكبر، أنه من خلال مجموعة من الآليات مثلا نظام الوحدات القياسية لو سيستيم دو كريدي، ولا نظام أيضا أو يعني ملحق البكالوريوس اللي كيعطي واحد الفكرة على المضمون ديال التكوين على مستوى البكالوريوس، كيسمح بواحد الحركية أكبر على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الوطني. المهم أيضا أنه هذا يعني نظام البكالوريوس سيمكن خريج الجامعة المغربية من القطع مع الصورة السلبية تمثل أو التمثلات أو الصور السلبية يعني الحاضرة اليوم في أذهان يعني المشغل وأيضا المجتمع بصفة عامة على الجامعة المغربية. فإذا كانت الجامعة المغربية ولسنوات خرجت يعني النخبة الوطنية في مجموعة من المجالات، مجموعة ديال يعني في مجال الإدارة، في مجال الاقتصاد، وأيضا في مجال يعني البحث العلمي، فاليوم هناك واحد الصورة نمطية أو تمثل سلبي فيما يخص الجامعة باعتبارها مشتلا للعطالة والبطالة. دونك النظام الحالي يعني الإجازة أعطانا واحد الصورة يعني واحد التمثل سلبي للجامعة المغربية، بالرغم من الدور الهام الذي قامت به الجامعة المغربية لما بعد الاستقلال في تكوين النخبة الوطنية في مجموعة من المجالات والاستجابة للحاجيات الوطنية من الكفاءات في مجموعة من الميادين، بحيث أنه من خلال هذا النظام ديال الإجازة ولات عندنا واحد التمثل سلبي باعتبار الجامعة مشتل ديال البطالة وديال مجموعة من الظواهر السلبية. اليوم مع النظام الجديد للبكالوريوس الهدف هو تجاوز هذه التمثلات السلبية من خلال مجموعة من الآليات. اولا يعني تطوير القدرات المعرفيه والاكاديميه، هذه مساله طبيعيه في المجال الجامعي، ولكن بالاضافه الى ذلك تطوير مجموعه من المهارات الحياتيه والذاتيه المطلوبه في خصوصا من طرف المشغلين. وهذه المهارات والكفايات الحياتيه والذاتيه هي اللي تصنع الفارق بالنسبه للحاصل على اي دبلوم في اي تخصص على المستوى، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن ايضا على المستوى الدولي. لما نتكلم عن المهارات الحياتيه والذاتيه كنتكلموا على واحد مجموعه ديال المهارات الشخصيه للطالب فيما يتعلق مثلا قدرته على العمل الجماعي، قدرته على الابداع، على التواصل، على مجموعه من الاشياء، وايضا مجموعه من الكفايات المتعلقه في علاقاته مع الغير. نتكلم على الغير، نتكلموا على الزميل في الجامعه، على الاستاذ الجامعي، على العلاقة أيضا مع أفراد الأسرة ومع المجتمع بصفة عامة من خلال مجموعة من الكفايات لتطور يعني هذا يعني المجال المتعلق بعلاقة يعني الطالب والخريج في يعني على مستوى الجامعة، علاقته بالآخر وبالمجتمع بصفة عامة. أيضا هناك مجموعة من الكفايات المتعلقة باللغات. اليوم من خلال هذا النظام عندنا على الأقل 6 الوحدات متعلقة باللغات الوطنية واللغات الأجنبية، والتي تسمح للطالب بتطوير مجموعة من الكفايات في مجال اللغات، وبالتالي يعني الحصول على هذه شهادة البكالوريا ليس فقط بمستوى علمي وأكاديمي جيد، ولكن بالإضافة إلى ذلك بثقافة عامة وأيضا تمكن من اللغات الوطنية واللغات الأجنبية ومن مجموعة من المهارات الحياتية والذاتية. أيضا من خلال هذا النظام خصوصا من خلال الهندسة البيداغوجية المتبعة وإدخال واحد الجرعة مهنية في جميع التخصصات، يعني جميع المسالك المتعلقة أو التي سيتم اعتمادها في إطار نظام ديال الإجازة فيها واحد الجرعة مهنية تختلف من تخصص لآخر. إذا من اليوم من خلال نظام البكالوريوس ليس هناك فرق ما بين إجازة مهنية وإجازة في الدراسات الأساسية، هناك بكالوريوس فقط،
بكالوريوس فيه واحد الجرعه مهنيه سواء في اللغات في المهارات الحياتيه وايضا في يعني في في, في علاقه الجامعه بالمشغل من خلال الاستاج ومن خلال واحد مجموعه ديال 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 الاليات وايضا من واحد تكوين رصين من الناحيه المعرفيه والاكاديميه والعلميه. وكما قلت المهم هو انه يسمح هذا النظام الجديد بواحد الحركيه على المستوى الدولي وايضا من خلال ذلك مزيد من تموقع المنظومه الوطنيه للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الوطنيه على المستوى الدولي. بناء على دراسات ما يزيد على 300 طلب للاعتماد مقدمه من طرف الجامعات العموميه وايضا من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاص. بين هاد 162 كاين عندنا 93 تخصص او مسلك بالنسبه للجامعات العموميه و69 تخصص او مسلك فيما يخص الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاص. هذا كيعني اولا انه ليس هناك فرق بين الجامعات العموميه والجامعات والمؤسسات الخاصه فيما يخص اعتماد نظام البكالوريوس، يعني المقاربه هي مقاربه متدرجه سواء بالنسبه للجامعات العموميه او المؤسسات الخاصه، وبالتالي سيتم اعتماد هذه المجموعه ديال المسالك في هذه السنه في افق تعميم النظام بصفه يعني عامه على المؤسسات والجامعات العموميه وايضا على المؤسسات والجامعات التعليم العالي الخاص. مضمون هاد المسالك هو اولا واحد المضمون الذي ينسجم مع روح البكالوريوس. من تكلم على روح البكالوريوس هو اولا تقويه القدرات المعرفيه وايضا اللغويه وفي المهارات الحياتيه والذاتيه، يعني مجموع هاد التكوينات المعتمده يعني تحترم هذه المقاربة فيما يخص هندسة التكوين المتعلقة بهذه المجالات، ولكن أيضا هي يعني واحد مجموعة ديال التخصصات والمسالك ذات طبيعة مبتكرة، يعني خرجنا يعني بواحد شكل أو بآخر على المقاربة الكلاسيكية فيما يتعلق بمجموعة ديال التخصصات اللي كتنبني أولا على يعني كما قلنا على يعني احترام الروح ديال البكالوريوس فيما يتعلق يعني واحد النسبة مهمة اللي تقريبا ما يزيد على 70% من يعني المضامين متعلقة بالتخصص تخصص يعني ديال المسلك، و 30% ما بين اللغات والوحدات المعرفية الحياتية والذاتية وأيضا فيما يتعلق بمجالات ديال الانفتاح أو الثقافة العامة. إذن كنظن أنه أولا وفيما يتعلق يعني بمجالات الميادين المعرفية هاد بين هاد 162 مسلك أو تخصص معتمد يعني تشمل جميع التخصصات والميادين المعرفية فيما يتعلق بالعلوم والتقنيات في جميع مجالاتها، فيما يتعلق بالاقتصاد والتدبير والحقوق والعلوم السياسية، فيما يتعلق بالآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة. إذن هو تنوع من ناحية مضامين المسالك فيما ما بين المجالات، هو أيضا واحد المقاربة اللي كتشمل جميع الجامعات العمومية وأيضا الجامعات والمؤسسات الخاصة التي تقدمت بطلبات الاعتماد في هذا المجال. وكاين يعني الجانب الآخر هو الطبيعة المجددة المتعلقة بهذه المسالك.